والله شوف يعني واش صرح الرئيس ماشي غير شعور تاعو ولا شعور تاعي ولا شعور تاع جعفر ايت مولود، هذا شعور ما تاع الانصار. الانصار كانوا على بالهم باللي الفريق هذا كان فيه كان كاين اشخاص اللي كانوا داخل وخارج الفريق اللي كانوا يديروا مشاكل وكانوا يخلقوا بالبلة بين اللاعبين وكانوا حابين باش يحكموا الفريق هذا وكانوا يعرقلوا باش موبيليس ما تجيش للفريق شديد القبائل. وحنا شدينا كما يقولوا شدينا وناريزيستي اتو لي كوبا هادو اللي كانوا حول الفريق اللي كانوا يديروا صعوبات باش الموبيليس ما يجوش. وحنا الحمد لله حنا وقفنا كرجل واحد وجوزنا مراحل صعبه 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 والحمد لله. اون توكا شوف انا نقول لك حاجه برك، الناس اللي تحب الخير للفريق هذا الحمد لله وقفوا مع الفريق جوسكا لا دينيير مينوت حتى لحقت شركه موبيليس، والناس اللي ما حبتش الخير كانت دائما تضرب زعزعه الفريق. وربي على بالك ربي راه شاهد على ما واش درنا للفريق هذا، والفريق هذا يستاهل كل خير. وان شاء الله الامور هذه ستصبح من الماضي، وان شاء الله شباب القبائل تعود الى سكه تتويجات وسكه الالقاب، ونطلب من الجمهور يوقف مع الفريق هذايا باسكو الفريق هذا عريق وماتوا عليه رجال.